بالنسبة لمقادير الكيك عندنا 500 جرام دقيق، 2 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة ملح، 4 بيضات، 350 جرام موز مهروس، 220 جرام سكر بني، 200 جرام سكر، 240 مللتر زيت، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 2 كوب أناناس معلب يكون مقطع قطع صغيرة، و 100 جرام بيكان مقطع ومحمص. بالنسبة للفروستنج هيكون عندنا 200 جرام جبنة كريمية، 500 جرام زبدة، 1 كيلو سكر بودرة، 4 معالق صغيرة فانيليا، وآخر حاجة للتزيين عندنا بيكان محمص وكمان عندنا أناناس مجفف. هنبتدي بالكيك، هنحط نوعين السكر، عندنا السكر البني والسكر الأبيض مع البيض، هنضربهم شوية مع بعض وبعد كده هنبتدي ننزل عليهم الزيت شوية شوية، ممكن هنحط كمان الفانيليا معاهم وهنحط الملح البيكنج باودر والقرفة مع الدقيق. دلوقتي أضيف المقادير الجافة، الدقيق، القرفة، الملح، البيكنج باودر، وهضيف معاهم الموز، نخلطهم مع بعض وبعدين آخر حاجة هنحط الأناناس والبيكان المقطع. أول ما يختلطوا هنضيف الأناناس والبيكان ونخلطهم مع بعض خلطة كده سريعة، وكده يبقى خليط الكيك جاهز. اوكي، كده كيك الأناناس جاهز ونحطه في القالب بالشكل اللي نختاره، هنفرده جوه القالب، نتأكد لو هو مربع زي ده، نتأكد ان احنا وصلنا الكيك للكورنرز، وهندخل الصينية الفرن بدرجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. ودلوقتي نبتدي نعمل مع بعض الفروستينج، هنحط الزبدة هنضربها الأول شوية لوحدها وبعد كده هنضيف لها السكر، أنا ممكن أحط الكريم تشيز مع الزبدة من الأول ومعاهم كمان الفانيليا، نخلط دول كويس مع بعض وندخل فيهم شوية هواء عشان يبقى الطعم بتاع الفروستينج خفيف، ولما يختلطوا مع بعض هنضيف سكر البودرة، هنحط نص الأول وبعد كده هنحط النص التاني. هنحط نص السكر كده، الباتر كريم جاهز وهناخده نحطه في البايبنج باج علشان نزين بيه كيك الاناناس مع بعض.